ودي انك تصير ذرب. وشلون يعني ذرب؟ ذرب يعني كيف ممكن ان تكون مقبل على الحياة. ذرب انك انت تحسن من مظهرك. ذرب انك شلون تنمق كلماتك. انت يجب ان تتعامل بكورس مكثف مع القوارير. شلون يعني قوارير؟ قوارير يعني النساء. قوارير يعني الجنس الناعم. طيب ليش سموهم قوارير؟ لأنهم إذا طاحن انكسرن. طب وحنا يا رجديل وش يسمونا؟ السحاحير. شلون يعني سحاحير؟ سحاحير يعني خشب. مثل حقة صناديق البرتقال. بالضبط. طيب شلون يعني؟ يعني كرب تنتصك جبهتك أنت والرجاجيل كلهم. فهمت؟ انقلاب قم شاب. انقلاب قم. بسم الله.